Guten Tag، ازيكم يا سنة تانية؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في الحصة الخامسة. النهاردة ان شاء الله نبدأ درس جديد، هو الاكسيون 9، وهو ده اخر درس معانا ان شاء الله في الترم التاني. النهاردة هنبدأ جزئية من الجراماتيك. النهاردة هناخد جزئية من المضارع الفيربن، وهي الافعال الناقصة. الافعال الناقصة اسمها افعال ناقصة عشان بتحتاج فعل تاني عشان يكمل معنى الجملة، والفعل الناقص هو مجرد فعل مساعد زي ايه؟ زي müssen، sollen، dürfen، wollen، must. الافعال دي بتيجي في المرتبه الثانيه، متصرفه مع الفاعل، والفعل اللي بيكمل معنى الجمله بيجي في اخر الجمله في حاله الانفينيتيف في اخره اي ان. طيب عندنا هناخد النهارده موسن وناخد دورفن. موسن يعبر بمعنى يجب او ينبغي، تعبر عن الضروره والالتزام بالقوانين والاجبار، مفيش خيار تاني، وانا مجبر ومفروض عليا ان انا اعمل الفعل ده. طيب يلا ناخد تصريفاته مع الضمائر. ايش هتبقى؟ موسن مع ايش هتبقى؟ موس must. ايرو اس والزي must. يبقى دلوقتي ايش وايرو اس وزي دايما تصريفات المضارع فيربن ايش زي ايرو اس وزي، يبقى must. فير وزي تصريفاتهم زي بعض، يبقى مستن وير must. ناخد بالنا كويس مع الفير والزيزي والاير، الفيرب زي ما هو، اليو عليها املاوت بجانب ان احنا غيرنا الاندونج اللي بتتصرف مع الضمير المناسب ليها. ناخد باي شبيله. أحمد هات مورجن بروفينج إيرس جود ليرنر. أحمد عنده امتحان بكرة، هو لازم يذاكر. طبعًا هو لو ما ذاكرش هو كده ممكن يرسب في الامتحان وما يحلش كويس. تاني باي شبيل إيش هابي هونجر. أنا جعان. إيش موس إسن. أنا لازم آكل. هو جعان لازم ياكل، وإلا ممكن يؤدي إلى أضرار ممكن تأذيه. يبقى دلوقتي خلاص عرفنا الفعل موسن بيعبر عن الضرورة والإلزام. معانا الفعل دورفن يستخدم للتعبير عن الاشياء المسموحه او المرفوضه او الممنوعه. طيب زي ايه؟ تصريفه مع الضمائر ايش هيبقى؟ دارف دو دارفت ال واس وزي دارف زي ما اتفقنا ايش زي تصريف ال واس وزي وفير وزيزي دورفن وير دورفت. ناخد باي شبيله. اول حاجه ايش دارف انس كينو جين. انا مسموح لي ان انا اروح السينما. ثاني باي شبيل ايه دارف هير نش راوت. ناخد بالنا لو لقينا الفعل دارف ومعاه نش تبقى كده معناها ممنوع، لكن لو دارف من غير نش يبقى هنا مسموح. يبقى ايه دارف هير نش راوت يعني هو مش مسموح له ان هو يدخن. وير دورفين هير باركن احنا مسموح لنا ان احنا نركن هنا. دير امبريتيف هناخد كمان الامر، صيغه الامر. طيب هنكون الامر ازاي؟ بنكونه مع الثلاث ضمائر اللي احنا بنخاطبهم اللي هو الدو انت والاير انتم والزي اللي هي الاس كوس حضرتك. اللي طيب مع الدو هنكون صيغه الامر ازاي؟ هنصرف الفعل مع الدو عادي وهنحذف الضمير دو وهنشيل نهايه التصريفيه اللي بنصرف بيها الفعل مع الضمير اللي هي الاس تي. يعني اهو انا عندي الفعل في المصدر ليزن، لما اجي اصرفه مع الفعل دو هيبقى ليست. طيب لما يبقى احوله الامر يبقى ليز. طيب اربايتن هتبقى دو اربايتست، عايز احولها تبقى اربايتر، وممكن اخليها اربايت بس من غير ايه. خدوا بالكم في افعال ممكن نحط فيها ايه وفي افعال من غير نحط فيها ايه، ممكن نحط ايه عادي براحتكم، ممكن نشيل الايه خالص نستغنى عنها. الاشبريشن من الافعال الشاذه بيحصل فيها تغيير، مع الدو هتبقى اشبريشست، لكن لما نيجي نحولها للامبريتيف ضمير امر هتبقى اشبريش. طيب هنا انا عندي افعال شاذه، يا ترى بتعامل معاها ازاي؟ زي فعل لوفن ولاسن وفارن وشلافن وهالفن. لوفن مع الدو بنحول الا لاي املاوت تبقى لوفس، يبقى عادي مع الدو تبقى لافا عادي. لاس نفس النظام الا املاوت بس هي هيها عادي لاس زي ما هي. يعني الافعال اللي بتتحول مع الدو والار واس والزي لا املاوت ما بتتاثرش في الامبريتيف. فارن تبقى دو فارست في الامبريتيف فار. شلافن تبقى دو شلافست تبقى شلاف في الامبريتيف. والهالتن دو هالتست مع في الامبريتيف هتبقى هار. طيب لما نيجي نكون امبريتيف مع الضمير اير اللي هو حضر انتم، طبعا هنصرفه عادي مع الاير بس هنشيل الاير. يبقى ليزن تبقى اير ليست تبقى ليزن. اربايتن اير اربايتد هنشيل الاير تبقى اربايتد. فارن اير فارت تبقى فارت. شلافن اير شلافت
يبقى شلافت بس. طيب تعالوا بقى على اخر حاجه، ازاي نكون امبيريتيف مع مع الزي. اهو بنكون العباره عن احنا عن طريق ان احنا نحط الفعل في المصدر اخره اي ان، ماشي، بعد كده نحط بعده الضمير زي اللي هو بمعنى حضرتك او حضراتكم او حضرتك، وناخد بالنا كويس الاس لازم يكون تكون جهوز، ماشي. ممكن نضيف بعض الكلمات عشان نخلي معنى الجمله اكثر تهذيبا واحتراما، عشان ما يبانش ان انا بصدر امر او بجبر الشخص اللي قدامي او بفرضه. فممكن اقول او اقول دوك، او ممكن تعمل كلمه اسمها مار. وناخد بالنا كويس ان لما اجي اكون امر لازم احط في اخر الجمله علامه تعجب. هنشوف دلوقتي باي شبي. طيب اهو لما اجي اكون امر مع زي لازم تصريفها مع زي هيبقى لازم، هنعمل ايه؟ مقص هيبقى لازم زي اربايتن مع زي يبقى زي اربايتن مقص اربايتن زي فارن زي فارن تكون منها الامر فاغن زي وشلافن زي شلافن واعمل مقص شلافن زي. ناخد دلوقتي معلومة اهو، عند بناء صيغة الامر لابد من وضع علامة التعجب في نهاية الجملة. ممكن نستخدم بيتا زي ما احنا قلنا او دوخ او مال للامر بطريقة مهذبة. ناخد دلوقتي باي شبيلة على اللي احنا قلناه. drink then tea ده مع الدو، اشرب الشاي. drink then tea يعني اشربوا الشاي. drink then tea يعني اشرب حضرتك الشاي. يبقى دلوقتي عرفنا ان الجمله بيبقى فيها علامه استفهام، يبقى هنا ده امر، اي علامه تعجب سوري، يبقى ده امر. is then fish كل من فضلك السمكه. Eat then fish كلوا السمك. Isn't he then fish كلوا كل حضرتك كل حضرتك السمك. آخر باي شبيل please then text اقرأ النص. Last then text اقرأوا النص. Listen he then text اقرأ حضرتك النص. صيغة الأمر مع الفعل زين مع الدو بتبقى زين، زي مثلا لما اجي اقول له كن مهذب، كن صبور، كن لطيف وهكذا، يبقى هنا زين مع الدو هتبقى زي صيغه الامر. وخدوا بالكم دايما بيجي معاها زي بيجي زين بيجي معاها صفه زينت، يعني كن لطيف مع الايد اللي هو انتم زين، يبقى زايد هوفيش كونوا مهذبين. مع زي حضرتك هتبقى زين زين زي جدولدش كن حضرتك صبورة. و كده نكون خلاص خلصنا حصة النهاردة، أتمنى إن أنتم تكونوا استفدتوا، هو يعتبر جزئيتين من الجرامر. لو في أي استفسار أنا معاك على الجروب، إن شاء الله أشوفكم الحصة الجاية على خير والوقت أقدر أقول لكم أو في درس زي.